تحتاج إلى حتى تنفذ المشروع، خصوصا جاتك الأموال بالتسارع. يعني أحد الأمور، نحن في 1999 كان الوضع الاقتصادي يوجد يعني بعض الدين، ثم انتقلنا إلى ناحية وفيها وفرة. هذه تعتبر يعني زيادة غير متوقعة بالشكل اللي أتت فيه، وبالتالي رسمت الخطط المتسارعة. أنا يمكن ما أحب أكبر الآن في السن تقريبا، لكن أتذكر الطفرة الأولى. الطفرة الأولى السبعينات، في السبعينات يعني كل يتذكرون كانت هناك اختناقات أشد من الآن. أنا أتذكر كانت أزمة السكن شديدة جدا أكثر من الآن، كانت لا توجد طرقات، كان إذا شخص جاله هاتف يهنوه كان جانه ابنه الكبير يعني صحيح والبكر. فبالتالي الآن يعني إذا قارنت المرحلة هذه بما حصل في المرقة في الطفرة الأولى فهي أكثر يسر، لكن طبعا المواطن والشخص يجد صعوبات في بعض المرافق، وبالتالي من حقه يتساءل كثير من التساؤلات. إنما أنا دائما أقول أنك يجب أن تقارن وتعرف الإشكاليات. الإشكاليات في الطفرة الأولى كانت أشد من الحالية. اللي أنا أحاول أشرحه بالنسبة لموضوع وخلاني أقول فيه تفاؤل عندي، أنا أعطي مثال. سألتني شوية عن قبل شوية عن أرامكو صح ولا سابك، هذه صناعات متقدمة. ماذا صنعت للمملكة العربية السعودية؟ هي لم تصنع فقط إن صناعة والآن تتطور وعندنا مصافي، بدينا حوالي 50% مصافي أو سابك. السابك من أهم شيء اللي لازم يعرف إن السابك تستهلك تقريبا فوق 600 ألف برميل موازي من الغاز. المملكة العربية السعودية كل الغاز اللي ينتج يستخدم في محليا، وهو كل أين يذهب؟ يذهب كله في التنمية، وهذا اللي خلى السابك على رأس الشركات العالمية كبتروكيماويات. فأنا أرى أنه المدن الصناعية بمشيئة الله مع الشركات الكبرى السعودية هي مراكز تدريب. فكثيرين الأخوان يتكلموا على مثلا على موضوع مخرجات التعليم، أنت حتى لو عندك شهادة دكتوراه أو هندسة في أي مجال متقدم، أنا مر علي زملاء كانوا يعني دكتوراه في الهندسة النووية، لكن كان في السبعينات. لم توجد الحاضنة في ذاك الوقت اللي تطور هذه الكفاءة. فتلاقي الشخص اللي في أرامكو أو في سابك لديه العلم والتعلم في على العمل على رأس العمل. وبالتالي أعتقد أنه الربط أن التعليم عندما نتكلم عليه بشكل جامعي، الحقيقة هو موضوع قاصر جدا. التعليم هو عملية، التعليم وما بعد التعليم، زي مثلا اللي معاه شهادة دكتوراه أو ماجستير ليست هي لأنك تحطها على وتفرج عليها، هي أن ماذا تعمل بهذه الشهادات، ما يعني ماذا مخرجاتك العملية وليس يعني الشكلية. فلذلك أرى أنه ما يحصل في المملكة العربية السعودية الآن من مدن إن شاء الله صناعية تقوم، هي سوف تكون أفضل مراكز لتدريب. هو جيد دكتور، نحن لا نعارض. نعم حقيقة، لكن نحن معلش دكتور، نحن بس نحن بقول تأخرنا حقيقة بعض الشيء، وكما أتفق مع الدكتور محمد والسادة. اسمح لي عن النقطة هذه، عن التنويع القاعدة الاقتصادية. نعم التأخير، أنا كلك حاول أقول إنه هو التأخير بسبب فجأة الدخل اللي جاك بعد 2000 الكبير. أنت تحتاج إلى مرحلة تنفس كما حصل في جبيل ينبع، الذين يذكرون جبيل ينبع وخط الشرق الغرب اللي هو من أهم الخطوط الاستراتيجية. وطبعا هذه أتت في ظروف كانت أيضا صعبة، إنما أخذتنا فترة حتى أنجزنا هذين المشروعين العملاقين، وبمشيئة الله بالإرادة سوف ننشئ هذه يعني المدارس. هو كان وهي ستكون مراكز الحقيقيه لجيل من الشباب السعودي القادر علما
وتطبيقا لل يعني هو كان أمنية دكتور حقيقة كثير من المتابعين الاقتصاديين احنا نستنسخ من خبرة سابق نستنسخ من خبرة المدن الصناعية مدينة ينبع والجبيل الصناعية من المدينتين العملاقتين ايضا من خبرة يعني ارامكو ان ننشر حقيقة هذه الثقافة في المجتمع السوري. اسمع رايك بعد هذه المداخلة مع الاستاذ فهد العجان وهو رئيس القسم الاقتصادي ومدير هذا القسم بجريدة الجزيرة. استاذ فهد السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. كيف حالك فهد؟ يعني نحن طبعا موضوعنا اليوم على التوظيف الأمثل لفوائد وعوائد النفط في الاقتصاد السعودي، كيف ترى أنت جدول الأولويات أخ فهد من وجهة نظرك؟ أولا أحييك أستاذ طلعت وأحيي الضيوف الكرام.